السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصبع على كل اخواتنا حبايبنا في كل مكان. ازيكم يا رجالة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هناخدكم النهاردة جولة سريعة معانا في السلكة بتاعتنا المتواضعة. في زغاليل طالعة هنحط لها فرشة. المفروض في البرد ده الفرشة بتاعت الزغاليل ينشارة يا ايه يا قش، ينشارة يا قش. تمام، اللي متوفر معاك اشتغل بيه، اللي متوفر معاك اشتغل بيه. يعني هوريكم الوقت مع بعض. تمام، احنا جايبين ايه؟ دي نشارة، ديت نشارة، ماشي. اللي متوفر معاك في البرد ده نشارة قش اشتغل بيه، نشارة قش اشتغل بيه، ماشي. بتجيب الزغاليل ايه في السن دي كده مثلا، هنحط لهم ايه؟ نشارة. هتاخدهم كده وتحطهم اه في الشكارة بتاع النشارة على بال ما تعمل لهم اه الفرشة بتاعتهم دي كده زي ما احنا شفنا. تمام، وتقوم ماسك الزغاليل بالشكل ده اه. بس في السن اهو يكونوا دبسوا، يكونوا اه دبسوا زي ما انت شايف كده. تمام، ده لازما في البرد بنعمل كده، لازم في البرد بنغير لهم اه القش كده زي ما احنا وريناكم، او النشارة، نشارة وقش متوفر معاه. تمام، ودي برضو زي قلت تاني اهو هنغير لهم، نسمي ده كده. لازم في البرد ده تدفي الزغاليل على قد ما تقدر، لازم في البرد تدفي الزغاليل على قد ما تقدر، ماشي. الزغاليل بتموت منك عشان خاطر ايه؟ الفرشه بتاع الطاجن بيبقى مفيش فيها نشاره او قش، فالزغلول بيموت منك، فالزغلول بيموت منك زي كده. شوف ده فاضي، فاحنا هنقوم ايه شايلين الزغلول بالراحه زي ما انتم شايفين دي فاضيه ايه. فلازما في البرد ده تدفي لهم الطواجن بتاعتهم عشان الزغاليل ما تموتش مننا ايه في البرد كده. الزغلول فاض ايه الطاجن بتاعه. تمام، الحكايه برضو مدبس اهو، بنشيله ونحط له اه نشاره في قلب الطاجن، في قلب الطاجن بتاعه. تمام، بسم الله كده اه الطاجن بتاعه حط له في قلب النشاره. تمام، يبقى كده الحلقه بتاعت النهارده عن الزغاليل اللي بتموت منك، بتموت منك عشان خاطر البرد، عشان خاطر البرد. الجو بيبقى ساعة، فالزغلول الطاجن فاضي، المفروض عايز حاجة تدفيه، المفروض عايز حاجة تدفيه. فانت ايه، ما انتش واخد بالك. الواحد ذات نفسه بيبقى نايم تحت البطانية وسقعان، بيبقى نايم تحت البطانية وسقعان. تمام، يبقى كده حلقة النهاردة خلصت. لو حد محتاج مننا اي حاجة او اي سؤال يكتب لنا في التعليقات. ما تنساش اللايك الجميل بتاعك ولا تنسى الاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.